السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا أخواني وصلت اللي هي توين باور 5000 إكسترا جير، أو مثل ما يسمونه إكس جير. طبعا هذه اللي هي 2020، أول مرة طبعا نفتحها مكينة. خلنا نشوفها مع بعض. هذه هي 2020. طبعا غالبا شيمانو تحط اللي هي الهاي إند ريل، اللي هي المكان المحترمة ببوكسات سوداء. طبعا ال 2020 ال 2019 شيمانو وصلت وجربناها طبعا، وكان أداها وايد ممتاز. الحين نحن نبغى نجرب اللي هي 2020 توين باور. طبعا هذه الكتيبات، هذا كتيب صيانة زين، وهذا السبيسيفيكيشن والأشياء الأخرى هذه، وشو الأشياء اللي موجودة زين. هذا اللي هو توين باور بانر مانوال، اللي فيها اللي هي الدراج والاشياء هاي كلها. اوكي طبعا صدمني جدا، البوكس صغير وايد وايد صغير صراحة مقارنة بالماكينة بهال القوة اللي سمعنا عنها. البوكس وايد صغير. طبعا هذه هي مقبض توين باور الجديد، تشوفون اخواني. هذه طبعا حصريا في تو موديلز، اللي هي ال 5000، موديل ال 5000 زين، وموديل الثاني اللي هو ال 4000 بي جي، اللي هي للجيجن فاست جيجن زين. وهذه هي نقدر نقول هذه هي الماكينة. بسم الله بسم الله، شو رايكم؟ اول انطباع لي صراحة الماكينة وايد خفيفة، وايد 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 خفيفة. بحاول احط لكم وزنية اللي هي ال 5000 دبل الاس دبليو، 5000 اس دبليو. بحط لكم اياه في الميزان، وبحط لكم هذه ان شاء الله. طبعا اغلب الريلز، اسمعوا يا سلام، طرب اغلبية الريلز اخواني تكون من المصنع يسار، بس هذه ما ادري ليش يمين، ممكن المحل غيرها زين. هذه هي ماكينة بتفاصيلها، وايد وايد ناعمة اخواني، وايد وايد ناعمة، وايد وايد ناعمة. اسمعوا الدراج كليكر افضل بكثير من الدراج كليكر اللي هو كان موجود قبل. طبعا افضل بكثير من الدراج كليكر اللي كان موجود قبل. الماكينة وايد ناعمة، وايد هادية زين. طبعا مانوال، لا مش مانوال، اوتوماتيك. هذه خذلتني فيها صراحة، اوتوماتيك اللي هو البيل كلوزر. القديمة طبعا كانت مانوال، البيل كلوزر يعني لازم تسكره بيدك، لازم ترد تسكره، ما يتسكر تم يدور زين. الماكينة ديزاين مالها وايد راقي زين. طبعا تشوفون مثلا هني، خلنا نسوي فوكس هني. طبعا الخيط اللي تاخذه B2 300 متر. طبعا اللي بحط عليه B2.5 على هالماكينة. الماكينة جبارة صراحة، الماكينة جبارة. الريفيو اللي شفته عنه وايد جميل، وانا صراحة انصحها. اول تجربة ان شاء الله بتكون لها في الفجيرة او في ابو ظبي ان شاء الله، بنجربها سوا وبعطيكم يعني شو الفيرست امبريشن. صراحة الماكينة وزنها، لحظة خلنا نشوف الوزن. طبعا هذه 4000، هذه 5000 سي اكس جير. الجير ريشو مالها، الجير ريشو اخواني 6.2 زين. هذا اعتقد الكرانكينج، هذا الماكسيمم دراج، هذا الماكسيمم دراج 11 كيلو اخواني. طبعا 11 كيلو دراج زين مقارنة، بس مقارنة بالدراج القديم، الدراج القديم افضل، لكن بعد ال 11 كيلو وايد زين صراحة. انزين وزن الريل او وزن الماكينة، شوفوا هذا يعني اهم عنصر بالنسبة لي، وزن الماكينة 260 جرام، وايد وايد يفرق معاك زين. وباقي المواصفات مثل ما تشوفون اخواني.
طبعا هذا الكرانكينج، هذا الكرانكينج 110 سنتيمتر. انزين لكل لفه. انزين هذه الخيوط بالال بي. اخواني بحط لكم مقارنه بسيطه بينها وبين توين باور، نفس السايز، هذا نفس السايز. زين 5000 اكس جير. زين مع توين باور سولت واتر. اوكي زين اخواني نرجع حق المقارنه. زين نوزن اول شيء توين باور سولت واتر 440 جرام، 440 جرام مع الخيط كامل، وزن كامل 440 جرام سولت واتر هذه. اوكي نوزن اللي هي 2020 217 جرام، نعدل شوي 259 جرام، 259 جرام. شو الفرق؟ اوكي 260 جرام، نقول نفس 260 جرام هذا الريد، 260 جرام اللي هي توين باور الجديدة. حلوين؟ زين مثل ما خبرتكم صوت الدراج تقريبا نفس الشيء، ما عدا في فرق بسيط. صوت الدراج تشوفون او تسمعون اخواني صوت الدراج. طبعا التوين باور الجديدة تتفوق صراحة بصوت الدراج، صوت دراج افضل وعميق شوي، يعني صوت صراحة افضل بكثير من القديمة. هذا القديم صوت الدراج. اوكي في شغلة ثانية اخواني اللي هي التوين باور الجديدة فيها اللي هي اللي مال الخيط، هذا اللي تحط فيه الخيط. زين التوين باور القديمة ما كانت فيها، تشوفون ما فيها. زين طبعا الهندل تقدر تحوله من يمين ليسار والعكس صحيح بدون ما تغير اي قطعة داخل الهندل، هذا في القديم. ونفس الشيء ينطبق على الجديدة، تقدر تحول الهندل من يمين ليسار بدون ما تحول اي قطعة، بدون ما تفك اي قطعة. البيل مالها سماكته اخف من اللي قبل، شوفون البل سميك شوي هني، او هذا الواير، واير مال الخيط، مال لما الخيط في القديمة اسمك شوي، باعتبار ان هذه طبعا اقوى وتحملها افضل للبيج جيم. طبعا هذه تيجي منها عدة قياسات اللي هي ابتداء من 4000 الى 14000، هذه ابتداء من 1000 او 2000 الين 5000، هذا اكبر قياس اخواني. المقبض هذا المقبض الجديد قريب شوي للستيلا، وهذا المقبض القديم اللي كلنا نعرفه ومشهور جدا كان في التوين باور. طبعا الماكينتين ميد ان جابان او ميد او جابان ممكن نقول، يعني هي عادة هاي المكاين ميد ان جابان، مكان الهاي اند مال الشيمانو كلها ميد ان جابان. شو الفرق بالبرفورمانس اخواني؟ في فرق واضح وملحوظ، بس ارجع واقول التوين باور القديمة، التوين باور القديمة تتحمل الاحجام الكبيرة، تتحمل اي شيء، تتحمل الكرف. زين هالتوين باور الجديدة بعدنا ما يعني ما اخذنا عليها ولا جربناها التجربة العملية، نزلت سنة 2020 فنحن بعدنا في مرحلة التجربة. فهذا كله ملخص المقارنة بين الماكينتين، وان شاء الله بحاول احط حلقة خاصة حق التوين باور الجديدة، بحط حلقة خاصة حق التوين باور القديمة. طبعا الريفيو دائما اغلب الاحيان اكثر الريفيورز يظلمون التوين باور، ليش يقولون لانها هي نسخة مطورة من سرقوسة، لكن صراحة اخواني اشوف التوين باور هي الحل الوسط لدول الدخل المحدود، لانها هي او ذوي الدخل المعتدل فلنقول، لان هي تعتبر النسخة الوسط بين الستيلا وبين السرقوسة، فهي النص. اذا انت عندك امكانية تاخذ الستيلا، الستيلا افضل،
ما عندك امكانيه تاخذ، ما عندك يعني امكانياتك معدومه تاخذ الساراجوسا، امكانياتك متوسطه تاخذ شو؟ توين باور. توين باور حق الشعب، تدوم معاك وتعطيك، تعطيك اداء حلو جيد جدا. نطلع فيها تونه ونطلع فيها كل شيء صراحه، ماكينه جباره اعتبرها. زين شباب، يعطيكم الف عافيه، واتمنى ان الكل يشترك في القناه وتسوون جرس الانذار لاجل يجيكم كل جديد ان شاء الله. وبنحاول ننزل فيديوهات جديده ان شاء الله، نفصل فيديوهات الرحلات عن فيديوهات الريفيو او تكر ريفيو. فبنحب نسوي قسم خاص حق التكر ريفيو، وبنسوي كل اسبوع ريفيو لشيء معين. ويعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.